الاضراب كان ناجح، وصاحب المعمل اتصرف بحكمه لما منع رجاله يدخلوا. نتائج لصالحنا، المدير تقبل الوضع الراهن وحاسس انه رح يقبل بشروط العمال، طلب اجتماع عاجل واكيد رح تتوقع الاتفاقيه باقرب وقت. كثير منيح. للاسف عنا رفيقين موقوفين وما قبلوا يطلعوهم، واجبنا نوقف جنبهم. مريت لحتى اعطيكم خبر. بتحب نيجي معك؟ لا ابدا، ما في داعي، نحن بعتنا لهم محامي بس خايف ما يطلعوهم، لهيك لازم تجهزوا حالكم انتوا التنتين لحتى تستلموا قضيتهم. طيب يعطيكم العافيه. غسان؟ متوقعة جايته؟ لا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. مرحبا غسان. كيفك رزان؟ منيحة نشكر الله. أنا عندي كم شغلة، بشوفكم بعدين. الله معك. فيك تقولي لي شو جاي؟ شو بده يكون؟ حبيت نطلع نتغدى سوا، ما بيصير؟ بس أنا بالشغل. شو يعني؟ ما عندكم استراحة غدا؟ ايه طبعا عنا بهذا الوقت. ايه منروح نتغدى. يعطيك العافية. انت اجيت على الشغل لحتى تراقبني ما هيك؟ ما فهمت. لا فهمت غسان. وليش لحتى اجي وراقبك؟ لتشوف اذا كنت عم شوف ولا احمد. اسمعوا على الحكي، يعني انا جاي اشوف مرتي واعز مع الغدا وهي بتتهمني اني عم راقبها. غسان لا تلف وتدور. انا عم بلف ودور ولا انت؟ شفناكي لما كنتي بالمخفر، كنتي معه ولا لا؟ برافو عليك. صح، انا واحمد رحنا على المخفر اصلا حتى نعيش لحظات رومانسيه. لك انت مجنون شي؟ عم تراقبني لانك شفتني مع احمد مره واحده بالصدفه؟ نعم حكيك مزبوط يا خانم، اجيت لحتى راقبك ولاشوف اذا عم تشوفي لهداك الكلب. انت عن جد مجنون. مجنون ولا غيره انا ما عاد تفرق معي، انا هيك طبيعي، في عندك اعتراض؟ لا تصرخ. ان تكوني مع هذا الزلمه بنفس المدينه ونفس الشغل شي ما فيني اتحمله، هي هي الحقيقه، فهمتيها هلا؟ غسان غسان